بسم الله ولا استعانة إلا به. مشاهدينا في كل مكان طابت أوقاتكم جميعاً بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم في لقاء يتجدد بكم وإليكم على الهواء مباشرة في برنامجكم رسالة حياة. النهارده أنا جاي لكم بقصة من اليابان اتولد فيها إنسان كان يتأرجح بين مطرقة وسندان، لكنه لا يعرف للياس عنوان. يمتلك عزيمة لا تقهر ولا يستسلم ابدا لاي مشكله كان كان يرى في الظلام فرصه جديده لاشراق نجاح جديد هو انسان اتولد في اسره يحيطها الفقر من جميع الجوانب يعني ايه جميع الجوانب الجانب التعليمي والجانب الغذائي والجانب اللبس كل الجوانب كان يحيطها الفقر كان ظروفهم صعبه جدا والده كان بيشتغل عجلاتي لكن تتخيلوا انهي عجلاتي؟ هل عنده محل بيصلح فيه العجله؟ لا ده كان عنده حتتين عده وكان بيروح بيهم لاي عجل عطلانه على الطريق يصلحها، راجل على قده خالص. الولد ده مر في اصعب مشكله واصعب مرحله في حياته لما شاف خمسه من افراد عائلته توفوا قدامه واحد تلو الاخر نتيجه لايه؟ للفقر وللعوز والحال المادي المعدم وسوء التغذيه والحال الاقتصادي. هو ابتدى يدور على شغل لقى شغل عند حد بيصلح سيارات محل تصليح سيارات يعني هنا عندنا كده بالبلدي كده بنسميه ايه؟ صبي ميكانيكي. اشتغل صبي ميكانيكي كان بيحب العربيات مولع بالسيارات جدا وكان بيحب الموتوسيكلات فلما اشتغل في المحل ده كان ولد ذكي شويه وفي نفس الوقت اه هو لماح وكمان عنده شغف في موضوع العربيات ده فدخل له ان هو يجمع خبره كبيره في وقت صغير نجح ابوه كان دوره ايه هل قال له تعالى اشتغل صبي ميكانيكي او تعال اشتغل ترزي او تعال اشتغل اي حاجه لا شافوا اتجاهه ايه وكان سبورت كان محفز كان بيحفزه بس على اتجاهه علشان هو عارف ان الانسان كل انسان ليه ميول رغم بساطه الراجل اللي هو باباه لكن كان مثقف عارف ان الانسان لما بتحطه في ميوله بيكون كويس وبيشتغل وبينتج. اشتغل في في موضوع الميكانيكا ده لغايه ما جمع خبره كبيره وابتدى يصنع حته اسمها بيستن رينج. بيستن رينج دي يعني المتخصصين عارفينها هنا عندنا في مصر المهندسين في مجال السيارات او كل ما هو بيشتغل في محركات السيارات عارفين يعني ايه بيستن رينج؟ هنا يعرف عندنا بالشامبر بتاع البستم يعني هو كان بيصنع الشامبر. اتوجه لشركة تويوتا في اليابان وقال لهم أنا ممكن أصنع لكم الرنج ده فقالوا له طيب احنا بنشتغل بمواصفات معينة قال لهم خلاص فيش مشكلة ادوني المواصفات وأنا هحاول أعملها زيها ادوا له المواصفات راح عمل تصنيع القطعة دي أو الجزء ده أنتجوا وراح عرضوا عليهم لقى المواصفات لقوا المواصفات مطابقة جدا ما فيهاش أي حاجة قالوا له اوكي احنا نعمل معاك تعاقد وهنديلك ديبوزيت هنديلك حاجة دفعة كده تحت الحساب او عربون زي ما احنا بنسميه بكل بساطة تشتغل وتزبط امورك المادية قال لهم تمام راح وعمل مصنع صغير كده على قده على قد التصنيع وبعد ما عمل المصنع جت احداث الحرب العالمية الثانية. هو صادف في الوقت ده وقصفت يعني في ضمن القصف كده راح يجي جزء تقريبا نص المصنع بتاعه اعدم طبعا هو احبط مش عارف يكمل احبط جدا بس ايه الانسان اللي عنده قوه عزيمه واصرار وتحدي وما تقفش قدامه اي ظروف في الحياه سرعان ما استعاد نفسه ووقف بسرعه لما وقف رجع لشركه تويوتا تاني قالوا له لا إحنا تعاقدنا مع حد تاني لأن إحنا خط إنتاج ما ينفعش نقف نستناك. قال لهم حقكم، مفيش مشكلة. طيب ممكن في التعاقد اللي جاي؟ قال لهم التعاقد اللي جاي قالوا له التعاقد اللي جاي بعد أقل حاجة ست شهور. قال لهم أنا موافق. خلاص أنا هظبط نفسي من هنا لست شهور وبعدين أنتج لكم في الدفعة اللي جاية. قالوا له مفيش مشكلة إحنا عايزين 10,000 قطعة. تمام؟ قال لهم ماشي. راح يظبط نفسه ورمم المصنع وكمل الجزء اللي هو كان اصيب بالقصف فيه في الحرب العربيه الحل الحرب العالميه الثانيه وبعد كده بعد ما تمام وهيئ راح رجع لشركه تويوتا خلاص كده نشتغل ستاند باي قالوا له خلاص ما مشكله اشتغل تعاقدوا معاه تمام التمام راح يشتغل من جديد وهو شغال جه سنه 1945 حصل زلزال دمر له المصنع بالكامل ما سابش جزء منه ده دمر المصنع بالكامل هنا بقى سقط وقعد كده وكان زي ما بنقول واحبط جدا احباطه كان غير طبيعي المره دي لكن الاحباط ده بمثابه رجوع للخلف زي السهم والرمح لما كل ما سحبناه للخلف اكتر كل ما زاد قوه طرده او قوه انطلاقه من جديد لان قوه طرديه واستعاد نفسه بسرعه جدا لان كان عنده أول مرة صدمة، دلوقتي صدمة خلاص اتعود عليها، استعاد نفسه وإن كانت أكبر، استعاد نفسه بسرعة وقام من جديد بس حصل حاجة ما صنعش البيستن رينج، ده صنع الرينج وصنع البستن بتاعه وصنع محرك وقام مصنع عجلتين وصنع شاسيه عمل دراجة نارية. عمل منها عدد نزل السوق الطلب في السوق بشكل غير طبيعي، كان عليه إقبال بشكل يعني ما شاهدش ده الشكل ده من قبل يعني كمية الطلب على الموتوسيكل أو النوع ده زي كده بالعدد المهول ده ما حصلش كده قبل كده صنع طبعا عدد كبير جدا مهول وكان تفوق على 250 متنافس من مصنعين الدراجات الهوائية صدر أكتر من مليون أكثر من مليون قطعة أو يعني أكتر من مليون موتوسيكل فين بقى؟ للولايات المتحده الامريكيه، وبعد ما صدر المليون قطعه دول طبعا اشتهر جدا وعرف طبعا ايه الـ الـ ازاي يقوم من 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 هو سقط وازاي يبقى احسن وازاي يستعيد نفسه بسرعه، هنا عمل ايه؟ رجع تاني بقى الموتوسيكلات قال خلاص انا كده يعني حققت جزء من طموحي والدنيا كويسه وزي الفل، طبعا ده قوام من جديد، رجع بقى من موضوع الموتوسيكلات حضرته دخل على العربيات. صنع عربيات صنع اول عدد وشافه فعلا الطلب من السوق هو كان اول انسان يصنع حاجه كده محرك صديق البيئه بيسموه تمام المحرك ده هو بيقاوم التلوث هو صاحب اكبر شركه عربيات اصبح صاحب اكبر شركه عربيات في العالم من الشركات الكبرى طيب اتحول الطفل الفقير المولع بحب السيارات والدراجات النارية الى صاحب اكبر شركات تصنيع السيارات في العالم الطفل ده ساب لنا الانجازات والنجاحات ودروس والعبر في الحياه انسان مسلح بالطموح والعزيمة وقوة الإرادة الشخصية اللي معانا النهاردة اسمها سوتشيرو هوندا صاحب شركة هوندا شفتوا قصته النهاردة ما فيش شارع في العالم إلا ما يكون في عربية هوندا تخيلوا قد إيه العدد وتخيلوا قد إيه النجاح وتخيلوا جاي من الفقر ووصل فين ما تستسلمش لأي ظروف في الحياة تحت أي مسمى ما تستسلمش لأي لا الفقر ولا لظروف تعليم ولا البرد ولا الحر ولا الفكر ولا أي عقبة في حياتك إن شاء الله هتوصل بإذن الله طيب تعالوا نشوف رسالة الحياة بتحلل لنا إيه في الموضوع ده رسالة الحياة هنا بتقول إن مهما كانت ظروفك صعبة تأكد وبيقينك بالله إن أنت هتوصل هتوصل بإذن الله بعمق يقينك بربنا ورسالة الحياة الثانية بتقول مهما وقعت قوم وانهض من جديد وخلي املك وظنك وكرمك في الله اكبر ربنا كريم قوي ورساله الحياه الثالثة بتقول خد بالاسباب وان ورثت الفقر توريثا يعني الفقر لو انا دلوقتي فقير مش والدي فقير ده انا وارسم الجلد السابع ابا عن جد عن جد عن جد كده ده مش حاجه معناها ان انا افضل في الفقر او استسلم لي او معناها خلاص ده انا ورثه فهفضل فيه لا, لا 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 كل ده ما تخليهوش يقف عقبه قدامك فاصل ونرجع نواصل ورجعنا لكم بعد الفاصل برحب بيكم من جديد في حلقتنا وبرنامجكم رساله حياه. النهارده عايزة اتكلم عن الفقر والغنى بما ان احنا كنا بنتكلم في قصه انسان كان معدم على المستوى المادي ووصل بقى من اغنى اغنياء العالم من اولى اغنياء العالم. النهارده فانا عايز اتكلم عن الفقر والغنى، طيب انا كمحمد حافظ ليه اخترت الموضوع ده مش انا كل مره احنا دلوقتي بنختار موضوع وعشان يفيد الناس ويكون في رساله للناس والانسانيه والناس اللي بتتابعنا اكيد في رساله انا النهارده اخترته علشان احيانا في ناس بيكون عندها الفقر او العوز او الالم النفسي مش قادر يسد احتياجاته مش قادر يقاوم الحياه وطبعا بيشوف مطباته عثرات كتيره انا كمان اتكلمت في الموضوع ده عشان الحرمان وعلشان ان احيانا راقه ماء الوجه وكمان الالم النفسي عايز اقول لكم وجع الكرامه زي ما بنسميه وجع الكرامه انا لما بروح لانسان وبقول له من فضلك اديني مبلغ سلف علشان خاطر ان انا اكمل بقيه شهري او النهارده عايز اشتري حاجه او عايز اشتري حاجه لابني او عايز اشتري حاجه لاخويا انا محتاج اشتري هدوم انا محتاج اشتري حاجه عارف لما بيقولك لا انت بتتالم جدا من جواك بس مفيش حد حاسس وهو حقه يقول لك اه أو لا حاجه ملكيته طيب احنا عايزين نبعد بقى عن الموضوع ده خالص وعايزين قبل ما نبدا نفهم شويه او عفوا يعني نذكر بشوية مفاهيم مهمة جدا هتساعدنا على الطريقة إن إحنا نتو نخلص نتخلص من الغنى ونوصل نتخلص من الفقر ونوصل لمرحلة الغنى أو الاستغناء على الأقل خالص. طيب، محتاج أعرف إحنا النهاردة هنلعب على إيه؟ أنا النهاردة هلعب على حاجتين يا إما تكون غني يا إما تكون مستغني. طيب إزاي بقى؟ محتاج أعرف يعني إيه غني ويعني إيه مستغني؟ غني اللي هو أنا إنسان معايا فلوس ومستريح ماديا جدا ولو فضلت قاعد طول عمري فلوسي مش هتخلص لو فضلت اصرفها زي ما ما بصرفها، هو ده الانسان الغني معاه وفايض وبزياده يكفيه ويكفي غيره والدنيا كويسه معاه جدا وملكيته كتيره وربنا يوسع على كل انسان تمام؟ طيب؟, طيب المستغني اللي هو انا اكون مستغني عن طلب المساعده من حد مستغني عن ان انا اقول له والله اديني بس لغايه اخر الشهر مستغني يعني كده حاجة إحنا بنسميها بالبساطة مستور مش محتاج حاجة من حد ولا محتاج إن أنا أريق ماء اواجه لحد هنشتغل على الحتتين دول النهاردة طيب مفهوم الغنى عند بعض الناس يقولك الغنى اه ممكن اه مش سبب السعادة أنا معاك أنا معاك الغنى ممكن ما تكونش سبب السعادة لكن هي أحيانا بتكون سبب راحة المال طب إزاي أنا ربطت الفلوس براحة المال حاجه غريبه قوي صح؟ انا اقول لحضرتك لما يكون عليك دين او يكون عليك قسط وانت مش عارف تسده انت بتحط راسك على المخده مش بتعرف تنام. يعني انت لو ضميرك بيأنبك مش بتعرف تنام، هو ده مش عدم راحه مال؟ طب لو انا عندي فلوسي ومستغني وبسد قسطي، بسد اللي عليا، بسد فواتيري، خلاص مش محتاج ان انا اقعد افكر. انا لو قاعد في ايجار محتاج اخد القرار ان انا اسد الايجار او مبلغ الايجار صح؟ طيب لو انا مش عندي فلوس ازاي اخد قرار وازاي يجي صاحب الشقة ولا صاحب البيت يخبط عليا وانا مش معايا ان انا ادي له الايجار بتاعه فدي حاجة بتألمني بتخليني مش مستريح نفسيا اذا الفلوس بتريح نفسيا بتخليني مش مستريح البال بتخليني كمان مش مرتاح يعني في مشكلة بفكر فيها ده بينعكس عليا ايه عضويا انا مفضل افكر افكر بيديني طاقة سلبية بيهمد قوتي اللي أنا أقوم وأواجه بيها الحياة بتهمد مني طيب أنا محتاج كمان إن أنا المال ده بس باحتياجاتي ومش بيحسسني لا بالعوز ولا بالديون كلها بتتسد والحمد لله فأنا كده طلعت بره إطار التعاسة ده رقم واحد عايزين نخش برضو على حاجة تاني إن المال دايما بيقول لك بيجلب التعاسة وناس تقولك لك لا بيجلب السعادة أنا هقول لحضرتك على حاجة الموضوع ده قصة معلبة فكرة معلبة يعني ايه فكرة معلبة؟ فكرة كده جاهزة رحت اشتريتها من السوبر ماركت مش ساعات نقول لك في حاجة هو ده أنت عامله في البيت ولا جايبه جاهز؟ فكرة جاهزة بقى فكرة معلبة طب جت من اهل السوبر ماركت؟ جت من مطابخ أفكار الناس الناس بترددها فالبعض خدها أو مثلا أنا أو غيري خدناها وطبقناها على طول زي ما هي لا هو المال لا سعادة ولا تعاسة المال حضرتك اللي بتحدد استخدامه. أنا النهارده ممكن يكون عندي مال ممكن أساعد بيه حد وممكن لو أنا إمكانيتي كويسة أقدر أبني بيه جامع، صح؟ إذا أنا حددت إتجاهي وحددت الاستخدام بتاع المال هيروح فين. وفي شخص آخر يقول لك لا أنا معايا قرشين أروح مثلا الخمارة. او اروح افتح مثلا محل مثلا او خمار ممكن يفتح خمار عادي ما فيش مشكله ممكن يروح يعمل بيه معاصي او حاجه او يقتدر بيه على الناس يعني مثلا كان في ايه في القران بتقول معناها ان ايه لا تشتروا يعني ان انت ما تشتريش الناس اللي بتحكم اللي هم مثلا ما تشتريش قاضي او حاجه او كده يحكموا ليك لصالحك ان انت تاخد حق ناس فبرضو المال اذا احنا المال مفيش حاجه اسمها فكره معلبه لا المال انت اللي بتحدد استخدامه اتفقنا فما حدش يقول لي لا المال اصل الشرور والقصه دي كلها لا انت اللي بتحدد استخدامه تقدر تحدده كويس جدا ويكون ليك ده انت ممكن تحوله من رصيدك الدنيوي الى رصيدك الاخر يعني رصيد الجنه طيب هنيجي نتكلم في حاجه كمان إيه لو احنا جينا نقول حل مشكله المال دي هناخد فيها كذا حاجه دلوقتي وهنحاول نعرفها علشان نتخلص بجد من العوز إيه انا كمان هقول لحضرتك على حاجه هو المال برضو قبل ما ابدا في موضوع ازاي اجيب الفلوس المال في حاجه المال هو تست المال هو تيست المعادن الناس او تيست المعدن الانسان احيانا في انسان بيكون عنده مال أو يكون مثلا قبل ما يكون عنده مال، في إنسان يعني حاله على قده أوي، يصلي ويدعي ويسجد ويدعي ربنا وقريب من ربنا ويصلي الفجر حاضر والقصة دي كلها. ويود الناس ويسلم على ده ويسلم على ده، أول ما يبقى عنده نا أول ما يبقى عنده مال هو عمل إيه؟ هو هيدعي ربنا؟ لا هو خلاص هو كان بيدعي ربنا المال وخلاص المال جاله. هنا بقى بيبان. طيب هو كان بيود ناس كتير وبيروح يقعد معاهم، دلوقتي لا خلاص قطع. مش محتاج بقى هو محتاج بقى يغير حياته كلها، هنا بقى بيبان اصل الانسان، المال هيغيره على الناس وهيغيره على الحياه، ممكن يغير يتغير للاحسن وان هو يطور من نفسه بدون اي مضره لاي انسان، ده كويس جدا، لكن هنا المال تست المال بيبين معدن الانسان بجد. طيب لو جينا هنتكلم في حاجه كمان إيه ان انا ازاي ابقى غني هنا بقى الكلام محتاج اخد نظريه اسمها الحق او يعني نلحق مريض يحتضر انا دلوقتي عايز انقذ مريض يحتضر في مريض قدامي بيحتضر خلينا نقول في انسان هنستعمل نظريه النزيف لا قدر الله انت قدامك انسان وشايفه بينزف هتروح تطلب له دم وتبرع بدم وكل حاجه هنحط له دم كتير بس هو بينزف أنه الأحرى أو أنه الأولى أو أنه الضروري إن إحنا نسد النزيف اسأله أي دكتور الدكتور هيعمل إيه؟ هل هيحط له دم؟ مكان الدم اللي بينزل ومازال بينزل وشغال نزيف؟ ولا بيسد له النزيف بيوقف النزيف الأول وبعد كده بيشوفه هل ضغط الدم عنده وطي؟ هل محتاج دم؟ يبتدي يشوف الموضوع فأنا النهاردة عايز أوقف النزيف أنا عايز أوقف النزيف، أوقف النزيف إزاي؟ حاجات صغيرة أوي، والله لا تستهن بصغيرة، إن الجبال من الحصى ومن القطر تدفق الخلجان، متى يبلغ البنيان تمامه يوما إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. طيب لو أنا جيت أقول يعني إيه النزيف ده؟ أنا النهارده حد جه وقفني صاحبي وأنا ماشي بالعربية تمام؟ وقفت أكلمه. طب خليني أركن على جنب وأبطل العربية، كده الموتور بياكل بنزين صح؟ تكلفة انا طلعت من الاوضه مفيش حد فيها اللي كنت انا وبس وخلاص طلعت اطفي الانوار كل دي فواتير كل دي انت بتخش بتدي آه يعني مبالغ في البنزينه صح آه مره في مره هتلاقي الفواتير دي واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا بتجمل معاك اخر الشهر كتير بجد والله طيب لو جينا نتكلم على عده حاجات زي كده خد شبه حاجات شبيهه لذلك ساعات في آه فلتر بتاع ميه بنركبه بيقلل عندك نص فاتورة المياه أو على الأقل خالص 35% منها أنت متخيل؟ فالحاجات دي مش بتكلم بقى على فاتورة المية أنا بضرب مثل يعني إذا دل على شيء يدل على أشياء وبالمثل ناخد عبرة لحاجات كتيرة جدا الحاجات الكتيرة بتجمل معانا وخصوصا بعد 30 يوم في آخر الشهر فأنا عايزين نوقف الموضوع ده حلو؟ ده أول حاجة طيب محتاج أشيل العثرة اللي في حياتي اللي بيسميه كده شبح شبح في حياتي او عفريت بتاع ان انا خسرت في شغل في الماضي وخلاص انا خايف اقدم على اي شغل في الحاضر محتاج اتخلص من الصدمه العمليه على المستوى العملي بتاعت الماضي اتخلص منها بقى احطها على جنب خالص علشان اخش بجد بقلب جامد وابقى مقدام واشتغل وانسى اي حاجه طيب محتاج كمان حاجه جدا ان انا إيه ضروري جدا وضروره ملحه ان ان انا اشوف انا بشتري ايه هل بشتري حاجات ضروريه ولا استثنائيه ولا حاجات كماليه طيب انا في فتره التكوين يعني انا دلوقتي في فتره التكوين محتاج كل قرش هل عشان هو قرش ملوش لزوم لا فتره التكوين وانت بتعمل راس المال في البدايه كل 100 جنيه انت محتاجها ما تبصلهاش ان هي 100 جنيه بصلها ان هي بتتحط على راس المال فالمية بتكسب 10 او توصل 20 او 30 وبقوا 130 بتكسبهم فبعد كده بعد رابع خامس دوره بيجيبوا لك الضعف عدل عامل زي التسويق الشجري كده بيجيب لك الضعف عدل تمام لكن مش بالظبط طبعا زي التسويق الشجري بس هو يعني مثال يجسد لنا الموضوع ده طيب فمحتاج ان انا اشتري الحاجات الضروريه مش اشتري الكماليات اللي انا ممكن اجيبها واحطها على جنب وما استخدمهاش لا خلينا دلوقتي في الضروريات اللي يمشي على ما اتخطى المرحله اللي انا فيها دي بتاعت العوز وبتاع الاحتياج وبتاع الفقر وبعد كده هشتري اللي انا عايزه واللي انا نفسي فيه طيب ليه هنا في مقوله مهمه جدا لو اشتريت النهارده اللي انت مش محتاجه بكره هتضطر تبيع اللي انت محتاجه فمهم جدا كمان ان انا اعرف الهدف مش ان انا اكون شكلي غني الهدف ان انا اكون غني يعني آه في حد يروح يشتري مثلا بدلة بدلة في بدلة ب 12000 جنيه أنا مش محتاجها كده شكلي هيبقى غني ومحتاج اشتري ساعة سويسري ب 10000 جنيه وأحيانا بتوصل ل 50000 وأكتر ومبالغ كبيرة جدا طيب الساعة هعمل بيها إيه؟ في ساعة غيرها فيها برضو 60 دقيقة هي الساعة كل الساعات فيها الدقيقة هي 60 والمحفظة بتاعتي اقدر اشتريها ب 500 جنيه واقدر اشتريها ب جنيه انا بتكلم في فتره الصدار في فتره التكوين مش بقول لك حرام ان انت تشتري لا ربنا ما حرمهاش ربنا قال لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب ان الله لا يحب المسرفين و... وايات كثيره جدا خد اللي انت عايزه ما فيش مشكله بس في موازنه وخصوصا في وقت التكوين طيب الهدف زي ما قلنا ان انا اكون غني مش شكل غني يعني انا النهارده لما اجي اساعد حد انا شكل غني خالص وحد طلب مني مساعده وانا معيش في جيبي 100 جنيه. انا دلوقتي مثلا عندي م م في جيبي مثلا مبلغ ودخلت اكل في مطعم ونزلت من المطعم يا دوك شربت كوبايه الشاي ومش معايا حاجه تاني او معايا مثلا فلوس المواصلات. حاجه غريبه برضو ما هو ما هو ما فيش كده موازنه فاحنا محتاجين نوازن. محتاجين ان انا مش بالظهور قوي ان انا احسن حاجه ما اصرفش على المظهري ده على على على, على ال 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 الارهاق المظهري ده كتير. طيب محتاج كمان ان كمان استثمر الوقت الكلام ده معناه ايه اهم حاجه تكون مش غني المظهر وانما غني الجوهر لما اجي استثمر وقتي ايه اكتر حاجه كده احنا خلصنا قصه او مرحله مريض يحتضر او حد عنده نزيف خلصنا النظريه دي هاجي بقى دلوقتي اخش على ايه ان انا ازاي استجلب الفلوس او اعمل لها عمليه استقطاب ازاي بقى اول حاجه لما اجي استثمر وقتي ايه هو راس مال عشان استثمر وقتي او استثمر امكانياتي كلها وقدراتي كلها في الشغل اول حاجه الوقت الوقت هو عباره عن العمر هو الماده الخام للعمر طيب كمان عايز اتخلص من مضيعه الوقت ايه اللي ممكن يعمل لي مضيعه وقت عندي اصحاب وب... يعني اصحاب اكتر من لازم وباخد معاهم بضيع وقت اكتر من لازم ما بقولكش صاحب كون اجتماعي وحاجه زي الفل عندك علاقات كويسه جدا ماشي بس الوقت اكتر من لزوم انا مش مش بقولك مات. تواصلش مع تواصل بس اكتر من لزوم والنهارده كلها هنلعب على ثلاث حاجات اكتر من لزوم هما بتوع الوقت دول طيب الحاجه الثانيه مكالمات تليفونيه اكتر من لزوم عمال اتكلم انا بدي الخبر وباخد الاجابه والموضوع انتهى هوفر وقت كتير جدا لو جيت تبص هتلاقي في ال24 ساعه أو في اليوم عمل معاك وقت في الاسبوع عمل معاك وقت في الشهر عمل معاك ثلاث اربع ايام تخيل وممكن تزيد عن كده فوفرت لك وقت ان انت تشتغل آه كمان في حاجه مهمه جدا السوشيال ميديا الغير هادفة السوشيال ميديا اكتر من اللزوم بتضيع وقتنا واحنا ولا بنحس بيها هم والتلفزيون والحاجات دي اهم حاجه يكون بشكل هادف وبيكون بشكل متوازن طيب كده احنا عرفنا ايه اللي بيضيع وقت كمان في حاجه مهمه جدا وقتك ما تستخسروش في حاجتين بجد والله وده يعني من الحاجات من الاخر وقتك يعني ما تستخسروش في حاجتين اول حاجه هي العباده العباده قراءه القران بتنور مخك بتزود الذاكره عندك ربنا بيبسط لك طرق ممكن تكون كلها عثرات او غير ممهده ربنا بيمهد لك طريق ربنا بيوقف لك والله ملائكه حواليك في شغلك وفي امور حياتك فمهم جدا ما تستخسرش الوقت في العباده الشيء التاني ما تستخسرش الوقت في الرياضه ليه لان الوقت في الرياضه بينشطك. الوقت في الرياضة بيخليك دماغك نشيطة على طول والدم بيجري في كل جسمك بينشط فكرك. الرياضة بتخليك يعني بتخليك سعيد طول ما أنت بتمارس رياضة بتقوي عندك هرمون وبتنشط عندك هرمون السعادة فبتخليك مقبل على الدنيا من غير ما تفكر في أي سلبيات. فالحاجتين دول ما تستخسرش فيهم وقت. هنيجي لحاجة مهمة كمان أوي. ما تخليش حد يستغلك قصاد الوقت، يعني انت ما تبيعش عمرك. بكل يعني بكل اختصار كده، ما تبيعش عمرك، يعني ايه ما تبيعش عمرك؟ هقولك على حاجة. اعمل خطة مش في خطط طويلة وخطط قصيرة وخطط آه وسط، يعني خطة قصيرة المدى بتاخد معاك في حدود سنة وممكن أقل، وخطة متوسطة المدى بتاخد معاك من ثلاث سنين لخمس سنين، وقصة بقى الخطة التالتة بتاخد في حدود بتوصل لغاية 20 سنة دي بتبقى جاه أو مال عالي جدا أو حاجة زي كده. أنا النهاردة لما نيجي نعمل خطط أنت النهاردة شغال في مكتب محاماة. ما ما تجيش تشتغل في مكتب المحاماة وما تفكرش في أي حاجة في حياتك بعد كده وهو أنت طول عمرك شغال هنا أو شغال في مصنع هتفضل طول عمرك شغال في مصنع أو شغال سواء على العربية هتفضل طول عمرك شغال سواء على العربية لا. أنا النهاردة بشتغل في مصنع علشان مش ابيع الوقت بروح اشتغل 8 ساعات وهو في الاخر بيديني تمنهم صاحب المصنع او صاحب الشركه علشان خاطر في نهايه الشهر اقدر اكمل معيشتي يعني كاني عايش بلقمتي لا هنا في موضوع مهم جدا خش اشتغل في المكان عشان اولا تجمع خبره ثانيا بما يرضي الله تخدم الراجل صاحب المكان لان هو كمان بيخدمك بيديلك فلوس فهي حاجة اسمها تبادل انت بتدي له مجهود بما يرضي الله وهو برضو بيديلك فلوس وصاد المجهود فاذا ما تضيعش عمرك في ده وانت بتشتغل حاول تجمع خبرة وتفتح لوحدك بس اهم حاجة زي ما قلنا بما يرضي الله يعني ما خدش ما سرقش منه زباين ولا قصة دي ولا حاجة او كده ما تعداش على حقوقه واحنا بنطلع من بعض أنا يعني دلوقتي بشتغل عند حد مثلا صاحب شركة أو حاجة، وأنا بفصل منه وبقول له خلاص أنا هفتح لوحدي أو هكون صاحب مشروع، يكون ماشيين وفي حب، يكون ماشيين وأنا لو وقعت في قصة أستشيره، يكون ماشيين مش عشان مش بقولك كده عشان ترجع له تستشيره، لا لا لا، عشان الرضا نمشي بالرضا، ربنا يوفقك ويوفقه، يبقى ما فيش حد ليه حقوق عندك، فالمهم أنت النهاردة بتشتغل على العربية سواق تاكس، لازم بكره العربيه دي تبقى بتاعتك او الحافله تبقى بتاعتك او الميني باص ولا الميكروباص ايا كان فانت ما تبيعش عمرك بالفلوس محتاج ان انت تحاول تجمع خبره وانت شغال اتفقنا؟ طيب الحاجه الثانيه طبعا دي الخطه اللي بتبقى الخطط الوسط يعني من ثلاث سنين لخمس سنين يعني ما تجمع خبره وتفهم السوق وتجمع لك قرشين ويبقوا راس مال والقصه دي كلها محتاج حاجه مهمه جدا وهي احيانا بيقابلنا عقبات. العقبات دي بتبقى في المخ نفسه، دي مش بعرف اعمل فيها حاجه، فانا محتاج ان انا استثمر عقلي، ايه هي بقى العقبات؟ ان انا اقعد ابص في الماضي، عايزين نحطه على جنب خالص وما نخليهوش يعطل المخ، عايزين نحط الفيشه عشان الدنيا تبقى شغاله وبشكل مستمر عشان اعرف امشي في حياتي. استثمر عقلك، طب ازاي استثمر عقلي؟ هنا في فرصة لاستثمار العقل، بمعنى إن أنت تطور من مهاراتك، من قدراتك، طور من اللغة بتاعتك، طور، خد دورات كمبيوتر، خد قوي نفسك في التكنولوجي، قوي نفسك في تسويق في أي حاجة، ليه؟ علشان خاطر إن أنا أزود قيمة نفسي. عشان خاطر إن أنا لما اجي يكون عندي قدرات حاجه من الاثنين يا اما هنتج اكتر وازود قيمه نفسي اكتر وبالتالي مرتبي يزيد وانا وانا لسه في نفس المكان ما, ما انا لسه لغايه دلوقتي ما قلناش ان احنا هنمشي من المكان ما جاتش الفرصه او ما جاش الوقت ان انا استحق ان انا من المكان في نفس الوقت هنا انا بشتغل هنا لما ازود قدراتي هشتغل هنا لما ازود اكتر هشتغل هنا لما ازود اكتر هشتغل تحت المدير لما ازود اكتر هشتغل مدير فاضل بس ان انا ابقى صاحب الشركه، اروح افتح بقى ساعتها صاحب شركه، فهنا مرتبك هيساعدك وهتقدر امورك تبقى ياسره عليك وتبقى الامور كويسه، فمحتاج احط فيشه المخ اكتر من اللازم، يعني انا محتاج اشغل مخي قوي، طيب آه ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي عايزين ان آه لما استثمر مخي انا كده بقت عندي قدرات وعندي مهارات واقدر ان انا اكون استحق اكتر من المرتب اللي بيديهوني، هنيجي للخطوه اللي بعديها. هنيجي للخطوه اللي بعديها، الخطوه اللي بعديها بتقول ان انا محتاج جدا ان انا ازود مهنتي كمان، عدد مصادر الدخل، يعني ايه عدد مصادر الدخل؟ شوف اكتر اغنياء العالم بيشتغلوا عندهم في حدود من خمسه وانت طالع، من خمس مجالات وانت طالع، مصادر دخل من اكتر خمسه سبعه اكتر من كده رجال اعمال. فانت محتاج تزود آه بعد ما تزود مهاراتك تزود مصادر دخلك ليه لان وارد انت بتشتغل في مجال بكره يقف تماما وارد ان يحصل ضرب بينك وبين صاحب الشركه ما تفضلش تحت رحمه حد لو الامور انت آه مش غلطان فيها يعني فانت محتاج قوي ان انت تاخد مصدر معاك عشان لو وقف هنا يمشي هنا لو وانت كمان مصدر يبقى كويس جدا هتقولي وانا عارف ان انا اخل يعني اشتغل في في مجال واحد عشان اشتغل في اثنين هقول لك اه تعرف هقول لك ليه وانت قاعد ممكن لو اشتغلت في التسويق اللي مش محتاج راس مال هتكسب تسويق لشركه تسويق لحاجه تسويق عقارات تسويق سيارات بتكسب ده مش محتاج حاجه محتاج منك توقيت والتوقيت ده محتاج منك ايه ان انت تستثمر الوقت فهي قصة ان انت تكبر تكبر الوقت بتاعك يبقى عندك ساعه وتقدر تستغله وتستثمره كويس في حاجه كمان مهمه جدا وهي يا جماعه اغتنم الفرصه يعني ايه اغتنم الفرصه احنا ايام كورونا لقيت ناس كتيره جدا بتشتكي حقهم بيشتكوا علشان خاطر فعلا الوضع عام على العالم بالاكمل صحيح بس في واحد بيبص للوضع ويقعد خلاص وفي واحد تاني يقولك لا ده انا اشوف في كل ظلام فرصه ل... لاشراق نجاح جديد يعني ايه الكلام ده يعني احنا النهارده في كورونا والدنيا وقفت وفي حاضر وفي مش عارف ايه والمحلات قافله وانا مش لاقي شغل والشركه قالت له اقعد وما فيش اي حاجه بص للفرصه اثناء الازمه يعني بص لكل منحه استخرجها من رحم المحنه محنه قدامي استخرج منها المنحه بمعنى انا دلوقتي في كورونا في حد بيفكر ان انا اجيب كمامات وتاجر فيها وحد تاني بيفكر ان انا اسوق كمامات لو مش معايا راس مال حد تاني بيقول لك انا اشتري انا اعمل اتاجر او اشتغل في الفيس شيلد بعدها يقول لك ايه واحد تاني يقول لك في المعقمات فمن كل فرصه يعني من كل ازمه في فرصه محتاج ان احنا نبص للجانب الايجابي المشرق اللي وصلنا لحياتنا بجد علشان ما تسيبش حد يقلمك وانت بتطلب منه حاجه ما تسيبش حد يجي يخبط على بابك ما تسيبش اي ديان يكلمك كلمتين وانت انسان ما تسيبش نفسك تدي فرصه نفسك ان انت تتجرح بجد انت في الاول في الاخر انسان ما تسيبش نفسك لكده لكده والله ابدا ما تسيبش الفرص كتيره جدا محتاجين بدل ما نبص الالم قلبنا هقول لك اشعر بيه لان انت في الاول في الاخر انسان بس شغل عقلي معاه علشان ما استسلمش للالم اللي جوايا طيب لو جينا نشوف التحكم في المال محتاج ان انا اتحكم في مالي واشوف بديره ازاي علشان هو اي حاجه من عدم اداره بتروح من تحت ايدينا بمعنى في تقسيمه للمال النهارده هقلب لكم ترابيزه الفقر والله بس خليكم معايا ويعني يا ريت لو تكتبوا في ورقه وقلم هنقلب ترابيزه الفقر ازاي هنقول تقسيمه المال كالاتي شوف انت بتشتغل بكام عشان تعرف اصلا شغلانتك مناسبه ولا لا شوف انت بتشتغل بكام تاخد منهم 60% دول معيشتك امورك حالك غازك وميتك وكهربتك وايجارك ولبسك وامورك والقصه دي كلها و10% منهم ما بين لو انت عندك راس مال هيبقوا آه هيبقوا زكاه ولو ما عندكش هو هيبقوا صدقات طيب هتقول لي يعني العشر في المية كتير هقول لك حتى لو وصلتهم خمسة في ليه؟ لأن الخمسة في المية دي هم أهم من 60 ولا 70% في أقول لك ليه؟ ربنا بيكرمك بيهم، ربنا بيمهد لك الطريق فيهم، ربنا بيوقف لك ولاد الحلال، ربنا بيفتح لك بيها ابواب، ربنا بيفتح لك بيها طرق واشراقات شمس جديده لا تتخيلها، اصلا مش هتشوف الظل طول ما انت يعني وشك لاتجاه الشمس مش هتشوف الظل ابدا. طيب كده احنا قلنا 60% معيشه. وقلنا اه هما 60% معيشه و5% او 10% ما بين صدقات وما بين هتساعد حد هتساعد فقير اي حاجه وعندنا 10% تاني لليوم بيسميه الابيض خلينا نسميه اليوم اليوم الابيض اي يوم يحصل معايا ظروف طارئه انا مش محاسب حساب ليها مش حاسب حساب ليها ابدا فما افضلش بقى اعمل كده واقعد و... لا انا مش هقعد اعبي الشمس في ازايز انا هتصرف فانا هعمل ايه بقى عندي 10% على جنب لاي ظرف طارئ طيب وعندي كمان 10% استثمار هتقول لي واحنا لاقيين نستثمر هقول لك حاجه بيع واشتري في حاجات صغيره هتنمي المال كسبت كل اللي تكسبه حطه على راس المال حاجه على حاجه على حاجه راس المال هيكبر اعمل مهارات زود مهاراتك عشان لو ما تشتري وتبيع في الجانب الثاني هتعمل ايه؟ دخلك هيزيد خد كورس لغه خد دورات خد تنميه اي حاجه طيب عندنا كمان 10% ترفيه ماشي رفع عن نفسك عشان تقدر تواصل الحياه 10% ترفيه كده احنا خلصنا التقسيمه كلها بتاعه المال يا ريت نمشي على النظام ده ونحاول ربنا هيوفقنا بس مش نحاول ان احنا ربنا يوفقنا لا احنا يقينا بالله ربنا هيوفقنا وهننتشل من الفقر هنروح لمرحله الغنى بثقتنا بالله ويقيننا بالله فاصل ونرجع نواصل ورجعنا لكم بعد الفاصل برحب بيكم من جديد مشاهدينا وحبايبنا ومتابعينا في كل مكان. النهارده وصلت لحاجه اسمها الاستهلاك المظهري. مكمل لموضوع الغنى وفي نفس الوقت علشان مرهقش القلب اللي عمال يقول يا ناس جاي، القلب ده عمال يقول ارحموني لان بيتألم احنا ليه بنسيبه ان احنا نقلمه واحنا بنحس بالألم بألمه. بألم القلب احنا كمان بنتألم. طيب، في حاجة اسمها الإستهلاك المظهري. المس... الإستهلاك المظهري ده، الإستهلاك المظهري أو الإستهلاك التفاخري. سمته العلماء كده. يعني إن أنا بروح أشتري حاجة أنا مش محتاجها ومش ضرورية بالنسبة لي، طب أنا بشتريها ليه؟ الحاجة دي بشتريها على حساب حاجة ضرورية عندي تانية، يعني أنا عندي حاجة ضرورية، سبتها. ورحت اشتريت الحاجه اللي مش اساسيه اللي انا مش محتاجها في حياتي ضرورية اللي انا ما فيش ضروره ملحه واشتريتها وغاليه ولو ما عرفتش اشتريها كاش بشتريها قسط طب ازاي الكلام ده عم ابو حافظ انا اقول لك ازاي الكلام ده في فئه من الناس بعض الاحيان انسان عايز ينتمي لفئه من الناس او ليفل معين من الـ 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 على المستوى المجتمعي او على المستوى الاجتماعي بيحاول يعجب او هو يعني الناس دي تنول اعجابه هم مين شريحه معينه من الناس او فئه معينه من المجتمع او وسط معين بيشتغل في مجال معين من المجتمع والناس دي بتكون الليفل بتاعها عالي شويه ماديا وحياته مرتاحه فهو حياته فيه هنا فروقات في 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 الحال المادي او الحال المالي فهو بيعمل ايه عايز ينول ان هو يخش فيهم وان هم يعجبوا بيه وان هم ياخدوه في الوسط ده وينول اعجابهم بيعمل ايه؟ بيروح يشتري حاجه غاليه جدا عشان ينول اعجابهم ويرضى ان هو يعني او هم يبقى مناسب ان هو يخش معاهم. طب انا ليه برهق قلبي؟ وانا ليه بروح ادفع اقساط اكتر من اللازم؟ وانا ليه في حاجات اساسيه في حياتي بسيبها وبروح اشتري حاجات غاليه وغاليه قوي وبرندات عاليه قوي؟ يعني زي ما انا قلت من شويه الساعه هي فيها 24 ساعه اليوم فيها 24 ساعه والساعه فيها 60 دقيقه ان كانت سويسريه ب 500 الف جنيه ولا حتى كانت ب 150 جنيه ولا حتى ب 50 جنيه هي هي فانا بروح ارهق نفسي واروح اشتري ده علشان ان انا اخش في وسط الناس دي وهم مش منطقتي مش بتاعتي بكره تبقى بتاعتك لما تخلص من الفقر وتخلص من الحاجات دي وتخلص من العوز الدنيا تبقى زي الفل تشتري اللي انت عايزه مش حرام بس يبقى في موازنه وما ترهقش قلبك باقساط وبامور وتحمل قلبك فوق اللازم. طيب. وده بيسبب لك ايه؟ بيسبب لك ضغوط نفسيه. ليه مش عارف تسد اقساط؟ الاستهلاك المظهري بيبقى مظهر بس والناس يعجبوا بيا وانا يعني احب ان انا اخش في وسطهم فهم بينالوا يعني او انا بنول اعجابهم فخلاص. طيب ده اما اجي اشتري حاجه غاليه انا بعمل ايه؟ بأرهق ماديًا بأرهق نفسيًا لأن مش قادر أسد المادة طيب وجبتها على حساب غيرها وعند حصل عندي عوز في اتجاه تاني بعمل إيه كده؟ أرهقت أما أرهقت نفسيًا أنا كمان أرهقت جسديًا فوارد إن يجي آه إن أنا أرهق آه عضويًا ممكن أتعب ممكن ضغطي يقل ممكن يحصل عندي مشكلة بسبب إن أنا نفسيتي تعبانة مش عارف أسد ومش عارف ان انا ارجع للموضوع اللي انا فكرت فيه فبلاش ان احنا نخش في طريق مش طريقنا وعلى الاقل دلوقتي فمش محتاج ان انا أشتري على الحاجات دي كلها عشان انول اعجاب حد طيب طبعا قلت زي ما قلنا مش حرام لكن كل حاجه بموازنه كويسه في موضوع تاني مهم جدا لو انا هشتري الحاجه دي علشان انول اعجاب شخص معين أو فئة معينة أنا ما يهمنيش الشخص ده لو الشخص ده هيقيمك بالفلوس أو بالملابس اللي أنت لابسها أو من شكل ونوع حذائك عفوا الشخص ده ما يهمكش خالص ولا تلتفت إليه ولا تسيبه أنه هو يكون سبب في إرهاق حياتك ليه؟ لأن الشخص ده بيقيم على القشور الخارجية واهم حاجه جوهرك اهم حاجه جوهرك انت انسان بمعنى انا النهارده رحت اسحب مليون جنيه من البنك هروح اشتري شنطه سودا بكام الشنطه السودا بربع جنيه هروح اجيبها من عند اي بقال جنب البنك ولا حاجه شنطه سودا بربع جنيه بلاش الظرف اللي هو هيدهوني مثلا في في البنك بكام طيب شنطه السودا بربع جنيه دي هحط فيها مليون جنيه تساوي ايه المحتوى ولا ولا القشور الخارجيه ولا الشكل اللي بره؟ اهم حاجه المحتوى، ايه هو محتواك؟ علمك، ثقافتك، واستخدامك للتعامل مع الناس، ليه؟ طب فين الدين يا عم ابو حافظ؟ ما هو الدين اصلا المعامله، انا بقول استخدامك للمعامله مع الناس. دينك لان هو يتمثل في المعامله. كويس؟ الجوهر اللي جوايا جوهرك انت، مش انت لابس ايه ولا اي حاجه من الكلام ده، فما نفسك، القصة دي كلها مش مهمة. وأول ما تنول إعجاب الناس دي، أنت نفسك هتبقى مش عايز تكمل. ليه؟ لأن أي إنسان بي بي بيقيمك من بره أنت بتبقى زعلان. فالناس دي ناس كويسة، أه، بس أي شخص، أي شخص بعينه، واحد، بيكون يقيمك بالشكل ده بلاش منه دي علاقة مرهقة سامة هتسمم لك حياتك حطها على جنب وما تندمش عليها أبدا ما ترهقش نفسك طيب هنتكلم في موضوع تاني وهو هو نفس الموضوع بس يعني في جزئية تانية الموبايل اللي احنا اللي انت ممكن تجيبه بعشرين ألف جنيه يعني ضربت مثل صغير لو اتحط الموبايل وقت عليه شويه ميه من اللي انا دول عارف لو باظ لا تتخيل قد ايه هتزعل فحزنه مضاعف ليه لان الفلوس قليله وهو غالي قوي فمش عايزين بجد نرهق حياتنا في الحدوته دي طيب ده اسمه الاحترام المظهري يعني ايه الاحترام المظهري يعني هو بيحترمني من الظاهر بس ولو انا حصل معايا اي موضوع او اي مشكله هو هيقف معاك مش هيقف معاك الانسان اللي بيقيمك من بره كده انت لابس ايه والنضاره بكام القصه دي مش هيقف معاك لان هو انسان سطحي فاول موضوع بجد بجد مش هتلاقيه معاك ولا هتلاقيه جنبك فانت كده كده هتفلتره ساعتها فلتره من دلوقتي ما تستناش للتجربه لو فعلا بجد حابب تعرف صاحبك ومش عايز تطول معاه 10 عشر ولا 20 سنه وفي الاخر تعرفه وتندم تقول يا خسرت السنين اول ما تعرف صاحبك الناس دايما تقول صاحبك ما تعملوش بالفلوس لا انا بقى ليا نظريه انا محمد حافظ بقولك صاحبك لو عايز تستمر معاه اول ما تعرفه بعدها بشويه صغيرين كده يعني عامله في الفلوس شوف هيبقى عامل ازاي لو وحش تقدر تفلتره مش سكتك مش بتاعك والطيور على اشكالها تقع هو هينفع مع ناس تانية بس خليك انت في الكويس هنا هيبان احسن ما الصدمه تكون جايه من سنين في قلبك يرهق طيب آه هنا كمان طبعا ده بيبقى يعني زي ما بنقول كده احنا ايه؟ الاحترام الغير مؤسس، الخاوي على عروشها، يعني حاجه كده منفوخه على الفاضي، بيسموها كده ايه؟ منفوخ وقال لي ده بص تلاقي مفيش. من اهم مساوئ الاستهلاك المظهري او الاحترام المظهري. اول ما بتقع في شده مش بتلاقيه. كمان عمق جوهره مفيش. موقف صغير بيجسد لك حقيقه علاقته بيك وحبه بيك. وان ادعى اي حاجه بتستشعر لو انت شفت انسان لابس كده على الفاضي ومش عارف ايه بتستشعر منه أنه هو كاذب في مظهره ملوش اسس بيبان جدا الحال النفسي للي بيعمل الانسان ده بيسوق الانسان اللي هو بيحب الاستهلاك المظهري ده بيسوق جدا في اقل حاجه في شويه ما يقع على الموبايل زي ما قلنا طيب القصور كمان في جوانب في بقية الحياة، لإن أنا لما اشتريت حاجة دي أثرت في أثرت في 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 فلوس البيت. في في الفاكهة أو في في العيش اللي بجيبه للبيت، في الأكل، في حاجات أساسية فعلاً أثرت فيها. طيب، ليه أثر فيها؟ مش دي من ضمن القوامة بتاع المسؤولية المتنوعة بتاعت البيت؟ كمان قصور في المسؤولية وكمان ده هيضعف جواك هيضعفك قدام المواقف الانسان بتاع الاستهلاك المظهري هيضعف قدام المواقف لان هو من جواه مفيش هنا كمان عايزين نقول حاجه ما نلبسش حاجه غاليه قوي واحنا في فتره تكويننا ما تلبسي حاجه غاليه قوي تلبس حاجه غاليه قوي علشان ما تكونش في يوم من الايام اغلى ما فيا هدومي فين الجوهر وفين المحتوى اللي جوه ما تثبتش لأي حد إن أنت عايز تبقى زيه. خليك واثق في فكرك وفي اتجاهك وفي فكرك الأساسي أنت اتجاهك إيه وأمورك إيه وفكرك. طيب كن صاحب محتوى قيم ولا تسمح بفكر أي حد يكون فكره أجوف. كمان حاجة مهمة المقارنة. لو جيت تقارن لما كان حياه جوفاء وبعد كده بقت كويسه ايه الفرق المقارنه هنا بتخلينا هتلاقي الانسان اللي يقول لك النصيحه بجد ده صاحبك بقى والناس اللي على حق ومش مفهومش استهلاك مظهري هتلاقي هنا بقى صاحبك اللي يقول لك الحقيقه بجد ويقول النصيحه بجد هتلاقي جنبك حد واقف من جواه ما يسيبكش لا في نص الليل ولا في اي وقت هتلاقي واقف علشانك انت علشان شخصك انت عشان محتواك انت هتلاقيه واقف عشان ذاتك بجد هتلاقيه كمان واقف علشان الانسان اللي جواك الانسان اللي جواك انت اقيم من كل حاجه هتلاقيه واقف علشان الانسانيه اللي بينكم والمواقف والعيش والملح كمان انا النهارده يعني تقريبا كده في الختام كن كان 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 ليا يعني كان لسه في حاجات في الماده كتيره بس طبعا وقت بيداهمنا والمخرج العظيم بقاله شويه بيقول لي خلص واختم وان شاء الله يعني نكمل في حلقات تانية جديده ولو اي استشارات احنا تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه الفيسبوك اليوتيوب اسمه رساله حياه محمد حافظ والفيسبوك لو في اي استشارات رساله حياه محمد حافظ تواصلوا معانا على الفيسبوك وممكن اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي أرقام الواتساب وبإذن الله أي حاجة استشارات أي حاجة عن طريق الواتساب واحنا تحت أمركم وفي الختام أحب أقول لكم الغي من حياتك كلمة مستحيل جواك قدرات هايلة محتاجة تشغيل اربط بين ثقتك بالله وسر نجاحك في الحياة اشتغل على نفسك وما تستسلمش للملل وخليك شريك التفاؤل والأمل طابت وطبتم وشكرا لطيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله